أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الحرب، وقال إنه في حال حصول كييف على السلاح الذي تحتاجه ستتمكن من استعارة الأراضي التي استولت عليها روسيا في الشرق، مشيرا إلى سرعة استجابة الولايات المتحدة لمطالب بلاده بشأن المساعدات العسكرية. فهل تكون استعادة كييف بعض المناطق في محيط خاركيف مقدمة لهجوم معاكس؟ وما الذي يمكن أن يقدمه الغرب على المدى الطويل للقوات الأوكرانية؟ لا يدحض هذا الفيديو الذي بثته كتيبة أزوف الأوكرانية من داخل مصنع أزوفستال العملاق للفولاذ فقط مزاعم روسيا بإحكام سيطرتها بالكامل على مدينة ماريوبول، وإنما يعكس أيضا ما يصفه الخبراء العسكريون الغربيون بالسر الكامن وراء فشل الاجتياح الروسي حتى الآن في تحقيق مكاسب ميدانية حاسمة بعد مضي شهرين على بدء الغزو. ويأتي الفيديو الذي يؤكد صمود القوات الأوكرانية ومئات المدنيين المتحصنين معها داخل معمل أزوفستال بعيد إعلان موسكو ما وصفته بالنصر فوق خرائب ماريوبول، نافذة أوكرانيا المزدهرة سابقاً على بحر أزوف، وحيث لا تزال الأنباء تتوالى عن معارك يخوضها الجيش الأوكراني ضد القوات الغازية في بعض أنحائها. والمقاومة التي يظهرها الأوكرانيون ظلت وفق توصيف الخبراء الغربيين أسطورية حتى بعد أن حولت روسيا وطأة هجماتها بعيداً عن المناطق المعادية لها سكانياً في الغرب والشمال للتركيز على المناطق التي تشكل تاريخياً معاقل الناطقين بالروسية في الجنوب والشرق. إذ أعلن الجيش الأوكراني صد 8 هجمات للقوات الروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك خلال الساعات الماضية، كما نقل مراسل الحرة عن حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على 3 بلدات بالمنطقة من قبضة الجيش الروسي. وأكدت بريطانيا أن المقاومة الأوكرانية في الشرق والجنوب أعاقت تقدم قوات موسكو وحرمتها من تسجيل أي نصر ميداني يذكر على مدار الساعات 24 الماضية. وتعزز صور نشرتها شركة ماكسار الأمريكية لما قالت إنها خنادق جديدة حفرتها القوات الروسية قرب مقابر بماريوبول، مخاوف كييف والدول الغربية بأن موسكو تسعى لطمس آثار ما ارتكبته من فظائع في المدينة تلافياً لضغوط دولية كتلك التي ألقيت على كاهلها بعد مجازر بوتشا. غير أن نجاح موسكو بتجاوز الضغوط يبدو هدفاً صعب التحقيق باطراد وعلى أكثر من صعيد. ففيما تتحضر أوكرانيا لهجوم معاكس شرقاً، يستمر تدفق الأسلحة الأمريكية والغربية التي توصف بالكاسرة للتوازن، بينما يستضيف البنتاغون الثلاثاء اجتماعاً في ألمانيا لـ40 دولة من داخل مظلة حلف الناتو وخارجها لبحث إمدادات السلاح الغربي لأوكرانيا على المدى البعيد. وللمزيد من التعليق ينضم إلينا عبر خدمة زوم من كييف مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ألكسندر بوغمالوف. أهلا ومرحبا بك معنا سيد بوغمالوف. نبدأ أولا بهذا الحديث عن الهجمات المضادة أو المقاومة من القوات الأوكرانية وكيف تؤثر حتى الآن على الخطط الروسية. وبالنسبة للهجمات يعني لسه يعني نحن يعني نعيش تقريبا أول أيام من ما يمكن نسميها قمة المعارك، يعني أو حسب وصف جميع الخبراء يعني سواء كان عنا أو في الخارج، يعني ترقب أن تكون هناك أكبر معركة يعني في هذه الحرب يعني تدور يعني حاليا في الشرق. يعني أما بالنسبة للتحركات الميدانية فكل من الطرفين حاليا يعني تقريبا في مرحلة الاستعدادات الأولية لهذا الحرب لهذا القتال. يعني فهناك تحركات من الجانب الروسي الرامي إلى تجمع إلى حشد القوة الضاربة يعني في حوالي مدينة إيزوم اللي هي تتبع لمنطقة خاركيف، كذلك مدينة يعني توسط الحجم. يعني هناك بعض التحركات يعني من كل الطرفين، وصحيح انه كان تم صد يعني بعض الهجمات حوالي 8 او 10 هجمات يعني
قصيرة المدى يعني من الطرف الروسي يعني، وكذلك استعادة بعض المدن البلدات الصغيرة يعني في منطقة خاركوف يعني بالضبط. هذا يأخذنا إلى ما الذي تغير منذ أعلن الجانبان في 19 من الشهر الجاري عن أن هناك مرحلة جديدة من هذه الحرب قد بدأت، ما الذي تغير؟ بصراحة التغير يعني الأساسي إنه الخطة الروسية فشلت يعني بصفة عامة، فتم تركيز على الشرق يعني، على الأقل يعني في التعبير في تقديرهم يعني، هي تركيز الجهود يعني الموجودة عندنا، وهي جهود يعني القدرة القتالية يعني بصفة كبيرة مفقودة يعني عندهم يعني. تقريبا 40% من القدرة القتالية اللي كانت مجهزة لهذه الحرب يعني دمرت يعني ما بين الجريح والقتيل. فلا شك انه هناك جهود يعني تبذل للتجنيد اكبر عدد ممكن يعني من القوات حاليا يعني. فالقوة الموجودة حاليا يعني على حسب تعليماتنا يعني توصل الى 85 مجموعة قتالية، ف يريدوا أن يركزوا يعني في منطقة أو يعني القصد يعني من هذه العملية محاولة للالتفاف يعني حول مجموعة القوات الأوكرانية الموجودة على طول الحد الفاصل ما بين الجزء المحتل يعني من الروس من 8 سنوات والجزء اللي هو ما زال تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية. فهذه المجموعة القتالية بالنسبة للجيش الأوكراني هي أكبر قدرة ومجهزة يعني للقتال، وكذلك من الإيجابيات يعني بالنسبة للجانب الروسي إنه المواقع محصنة ومدروسة من 8 سنوات يعني، والجيش الموجود هناك يعني في الشرق هو على رهبة الاستعداد يعني من زمان يعني. فكذلك هذه العملية التي هي الروس يعني يحاولون أن يقومون بها حاليا في الشرق كانت جزء يعني كانت عملية مترقبة يعني بالنسبة للجانب الأوكراني، كانت مدروسة مسبقا من زمان. أشكرك سيد ألكسندر بوكمولوف مدير معهد الدراسات الاستراتيجية من كييف، شكرا جزيلا لك. للمزيد من الحديث عن ذات الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسكين، أهلا ومرحبا بك معنا سيد ألكسندر. أولا، هناك إشارة من الرئيس الأوكراني في حديث له أمس عن أن روسيا تسعى لفرض سيناريو المناطق الانفصالية في خرسون وزابوريتشيا، إلى أي مدى هذا صحيح؟ صحيح، أظن بعد ما كل ما يتقدم الجيش الروسي إلى الأمام وهناك يفتح مجال لتحرير الأراضي وتطبيع الأوضاع فيها ويأتي الاستقرار وإقامة السلطة مجددا، السلطة المحلية. هناك في بعض الأحيان أنه يعني المسؤولين في السلطة السابقة هربوا، في بعض الأحيان باءوا، بس المهم أن السلطة الجديدة تبدأ تشتغل في ظروف جديدة يعني، ونعتبر ذلك كعملية ربما ما فيش عودة إلى الماضي. فيعني هذا اعتراف لكن حتى في خرسون مبكرا كان هناك بعض المظاهرات التي خرجت اعتراضا على الوجود الروسي، كيف ستستمر هذه السلطة التي تشير إليها في ممارسة مهامها مع رفض شعبي؟ صحيح، أنا ربما لا أستطيع أن أتحدث حول كل أين هناك تظاهرة، أين تظاهرة أخرى وإلى آخره، ولكن دينامية عامة هي لمصلحة يعني حالة جديدة، بمعنى أن ربما في خلال الأيام الأولى الناس اللي تعود أن هناك سلطة كانت سلطة أوكرانية بعد انقلاب سنة 14 سلطة تعتمد على العنف
وكان الشعب بخاف. على ماذا تعتمد القوات الروسية الموجودة هناك؟ هذا يختلف الأمر. الجيش الروسي إجا واستولى طبعا على السلطة، ولكن أنا أقصد أنه كان خلال 8 سنوات العنف ضد أي واحد معارض، أي واحد لا يوافق على النظام الجديد. وهذا على كل حال تجري تحقيقات للجهات المختصة، الجمهوريتين الدونباس، في كل هذه الحوادث. بس أنا أقصد أنه الآن المناخ الاجتماعي يتغير في المناطق المحررة لمصلحة السلطة الجديدة مع بعض 8 سنوات للسلطة القديمة. الجانب الأوكراني يتحدث عن أن هناك هجمات مضادة حتى في الأماكن التي سيطر عليها الجانب الروسي. كيف ستتعامل القوات الروسية في المستقبل مع تكرار ذلك؟ طيب، على هناك نحن نعرف أن الجزء من المجتمع الأوكراني الأصل ممكن يكون ضد روسيا، أو ممكن يقول أنه أنا كنت أعيش في حالة جيدة، ليش صار هذه الحرب؟ ولكن هذا موقف ممكن يكون. في نفس الوقت 4 ملايين الروس والأوكرانيون الذين ينضمون إلى روسيا كانوا في الوضع في الكارثة خلال 8 سنوات، وعدد ضحايا آلاف وإلى آخره. فلذلك الآن تجري معالجة لأوضاعهم. أشكرك سيد ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي الروسي السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو. وللمزيد من الحديث عن هذه التطورات الميدانية في أوكرانيا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من ولاية فيرجينيا محلل السياسات الأمنية السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف. أهلا ومرحبا بك معنا سيد معلوف. بينما تقول كييف وبينما تقوله موسكو، ما الذي يدور في هذه الأوقات وكيف على واشنطن أن تتعامل معه؟ واشنطن في رأيي لا تزال تحاول العثور على مسارها لتقرير إلى أي مدى ستمضي قدما في الموضوع السياسي. الآن نحن ملتزمون بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، نريد من أوكرانيا أن تفوز، ويبدو أن هذا هو الاتجاه السياسي الذي تسير فيه واشنطن حاليا. المشكلة التي أراها في هذا الموضوع هو أننا نوفر الأسلحة ولكن نستنزف مواردنا، وهذا قد يعني أن الولايات المتحدة ستعتمد على هذا الالتزام، وهذا قد يتطلب من الولايات المتحدة أن تفعل قانون الدفاع، والذي يوفر أنظمة أسلحة تحتاجها أوكرانيا للمستقبل، لأن هذه الحرب يمكن أن تستمر ليس لأشهر، ولكن أسمع شائعات أنها قد تستمر للسنوات، خاصة إذا تحولنا إلى مقاومة شعبية من جانب أوكرانيا. روسيا يبدو أنها تقلل من مقاربتها، مقاربة احتلال الدونباس، وأيضا إقامة ممر بري أو جسر بري إلى القرم. والآن هناك اقتراحات من جانب بعض القادة الروس أن بإمكانهم أن يمتدوا أبعد داخل الغرب الأوكراني، أبعد من أوديسا وإلى مولدوفا، وكانت هناك إمكانية أنه إذا حدث هذا فإن الروس عندها سيكون لهم سيطرة كاملة وفعالة على كل فرص الوصول إلى البحر من جانب أوكرانيا، والبلاد بمعنى أوكرانيا لن يكون لها سيطرة على الساحل.
وعندها مرة أخرى سنواجه مقاومة من جانب أوكرانيا إلا إذا قرر الروس أن يحدوا من عملياتهم العسكرية أو عملياتهم الخاصة كما يسمونها، ولكن يبدو بالنسبة لي أنها ليست عملية خاصة وإنما حرب شاملة. في الربيع ما يجب أن نقلق بشأنه هو التحول إلى الشرق، وإذا حدث هذا فإن الأرض مسطحة أكثر، وهذا يعطي الروس ميزة لأن الدبابات والمدفعية الثقيلة يمكن أن تتحرك بسهولة. لهذا الولايات المتحدة تحاول أن تسرع بإيصال أنظمة أسلحة ثقيلة مثل المدفعية طويلة المدى. هذا لن يكون كافياً، وأعتقد إحدى المشاكل مرة أخرى، وكما قلت منذ البداية، علينا أن نرى ما هو موجود في مخازننا وما يمكن السماح به، وأيضاً ما يمكن للحلفاء الآخرين أن يقدموه، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضر بقدراتها الدفاعية إذا احتاجت لهذه الأسلحة للمستقبل من أجل الدفاع. إذن هذه مسائل سياسية هامة تلوح في الأفق، وإدارة بايدن عليها أن تتعامل معها بشكل مباشر وفعال وقريبا. لكن سيد معلوف، هذه المقاومة وطول أمد الحرب وما يصل من خاركيف وماريوبول، ما تأثيره على الجهود التي بدأت تعلو أصواتها فيما يخص وقف الحرب ومحاولة إيجاد حل سياسي بين الجانبين؟ حاليا الحل السياسي لا يبدو أنه في الأفق. كييف لا تريد أن تدفع الروس إلى الخارج. من ناحية عملية سيكون هذا صعبا، وأخذين بعين الاعتبار المساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا، فالأمر سيتطلب معدات عسكرية وأمور لوجستية أكثر مما يصل إلى أوكرانيا، والروس يبدو أنهم يحاصرون من الغرب لقطع طرق الإمدادات، كما أنهم يستهدفون وبشكل متكرر المستودعات والمخازن حيث تخزن الأسلحة الغربية، وهذا يسبب مشاكل خاصة إذا كانوا يعرفون مواقع هذه المخازن، وهذا أيضاً قد يؤثر بشكل سلبي على فعالية حكومة كييف وقدرتها على القتال، قتال الغزو الروسي بفعالية. إذن الأمر لا يزال معلقا، وقد تتحول أوكرانيا إلى المقاومة لأنه ليس لديها القوة النارية والقوة البشرية كي تخوض حربا وتطرد الروس خارج البلاد وتستعيد أراضيها. والروس أيضا لم يدفعوا بكل قواتهم العسكرية ولم يجلبوا الكثير من المعدات الثقيلة لديهم، لهذا أنا قلق بشأن الربيع وعندما ندخل الصيف. الأرض ستصبح أكثر صلابة عندما يأتي الصيف، والدبابات ستتحرك بحرية أكثر، وهذا سيغير صورة ساحة المعركة كلية. حتى الآن منذ بدء هذا القسم الثاني من هذه الحرب في 19 من أبريل رسميا بإعلان الطرفين، ما الذي تغير من معطيات أمام الإدارة الأمريكية؟ أي إدارة عفوا؟ في الإدارة هنا في واشنطن. الإدارة الأمريكية أعتقد أنها بدأت في رؤية أن الروس مستمرون في جلب المزيد من المعدات والمزيد من الموارد. كييف لم تسقط، وقد التزموا الآن أي الروس الأوكرانيين بمواجهة الروس، ووضعوا السياسة في الكونغرس يريدون من أوكرانيا أن تفوز، وهذا يعني جهود حربية كاملة لحشد الصناعات
من ناحية الإنتاج لإرسال المواد إليهم، وهذا لا يزال يشكل مشكلة. إذن الأمور تتصاعد، وفي المرحلة الثانية المقاومة التي نراها من الأوكرانيين، وهم يحتاجون إلى المزيد من المعدات وما يلزمه أسبوع للوصول إلى أوكرانيا، يمكن أن يستخدم في يوم واحد. وهذا يعني أن المعدات التي يحصلون عليها يجب أن تتضاعف 4 مرات. محلل السياسات الأمنية السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف، شكرا جزيلا لك.